السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نكريت سوكت فاميلي. زي ما اتفقنا من الفيديوهات اللي فاتت ان اي فاميلي وول ماونتد هنكريتها في التمبلت بتاع جينيريك موديل فيس بيست. فانا هفتح التمبلت نيو واختار المتريك جينيريك فيس بيست اوبن، وهنكرر نفس الخطوات بتاعه اللايتنج سويتش فاميلي كريت اكستروجن، ونبتدي بالباك بوكس. هنختار البيك لاينز، بعد كده 35.5، خمسين تريم، فينش. نروح على الباك، هنضيف دايمنشن للويدث او الدبث دي، وهنخلي دي، سبعين. هرجع تاني على الريفرنس ليفل وارسم الفيس بليت بتاع السوكت كريت اكستروجن. هختار بيك لاينز وليكن الهايت 50 مثلا، والويدث 70. بعد كده اختار فيلت، هدوس فينيش. الباك ثبت الدبث بتاع الفيس بليت، هرجع تاني على ريفرنس ليفل. دلوقتي هضيف الشكل الدائري مثلا بتاع السوكت كريت اكستروجن، واجي في سنتر وارسم دايره فينيش. دلوقتي انا عاوز اكريت جوه الشكل الدائري ده فويد، بحيث ان هو يكون زي فراغ كده لداخل الباك بوكس. من كريت اختار فويد اكستروجن، اجي مثلا هنا كريت دايرة، امسك الدايرة دي واعمل لها ميرور حوالين الريفرنس بلان او الريفرنس لاين اللي في النص. بعد كده هدوس فينيش، هرجع تاني عند الباك، دلوقتي لو روحت على 3D view طيب بما ان انا خلصت ال 3D جيومتري للفاميلي، انا ممكن دلوقتي اظبط الفيزابيليتي. فانا همسك الفيس بليت والباك بوكس والدايره الاكستروجن، وهاجي عند الفيزابيليتي اند جرافيكس، وزي ما اتفقنا هنخفي الفرونت اند باك عشان انا مش عاوزه يظهر في الفيو، وهدوس هوك. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا كريت ال 2D ريبريزنتيشن للفاميلي، لكن انا مش هكريت بس للنورمال سوكت، هكريت للإمرجنسي ولي اليو بي اس. اختار فايل نيو فاميلي، وهروح على الانجليش تمبلتس، اختار المتريك ديتيل ايتم، وزي ما اتفقنا بنرسم من اللاينز. اختار الستارت اند ريديوس، بعد كده اللاين،
بعد كده امسك الشكل كله واكتب الامر MV او اختار move وهموفه للسنتر كده. الشكل بتاع النورمال سوكت فايل سيف از فاميلي هسميه وليكن نورمال سوكت لود انتو بروجكت اختار الفاميلي ندوس موديفاي اروح عند الباك فيو وانزل عند الديتيل ايتم واختار النورمال سوكت واسحبه بالمسطرة اعمل له روتيشن. بعد كده همسك التو دي او الديتيل ايتم وهلاحظ ان في حاجة اسمها ليبل هدوس على الدروب ليست واختار اد بارامتر وهسميها وليكن سوكت تايب وهخليها انستنس وهدوس اوك. هكرر نفس الخطوة دي مع اليو بي اس ومع الامرجنسي. هرجع تاني على الريفرنس ليفل بتاع التو دي النورمال سوكت كريت فيلد ريجن واختار البيك لاينز وامسك الارك وامسك اللاين هدوس فينش. بعد كده عشان اغير الباترن بتاعت الهاتش ادي التايب في الباترن واختار وليكن السوليد واديله الكالر المجنتا وهدوس اوك. لو انا حابب اغير اللاينز نفسها او اللون بتاع اللاينز في في وهكريت اوبجكت ستايل هسميه وليكن اي ام جي واديله كالر المجنتا. بعد كده هسلك الشكل فلتر احنا عاوزين نمسك بس اللاينز من سب كاتيجوري هختار الامرجنسي. بعد كده فايل سيف از فاميلي وهسميها امرجنسي لود انتو فاميلي. برضو هروح على الباك فيو وشد الامرجنسي سوكت مسطرة همسك التو دي برضو وهضيفه على الليبل بتاع السوكت تايب. هرجع تاني اغير الفيلد ريجن لليو بي اس خليه مثلا بالكلر الاورنج وهكريت اوبجكت ستايل وهسميه يو بي اس واديله كلر اورنج هسلك الفاميلي فلتر نمسك اللاينز ونديها سب كاتيجوري يو بي اس بعدين فايل سيف از فاميلي نسميها يو بي اس لود انتو فاميلي باك يو بي اس امسك الفاميلي ليبل. بعد كده هنبتدي ان احنا نكريت تايبس للفاميلي فاميلي تايبس هنسميه نورمال سوكت وننزل عند البارامتر بتاع السوكت تايب ونختار النورمال. بعد كده نكريت امرجنسي سوكت ونختار من هنا الامرجنسي سوكت ونكريت تايب تالت نسميه يو بي اس سوكت ونختار اليو بي اس. بعد كده هندوس اوك وما ننساش ان احنا نغير الكاتيجوري بتاع الفاميلي لالكتريكال فيكتشرز كريت هنضيف الكتريكال كونكتور على الباك بوكس لود انتو بروجكت دلوقتي انا ماسك النورمال فاميلي. لو حبيت اغير النورمال فاميلي دي لليو بي اس هنزل عند الاذر هلاقي ان في بارامتر اسمه سوكت تايب
اختار منه وليكن مثلا الامرجنسي، كده بقت امرجنسي سوكت، امسكها وغيرها لي اليو بي اس، كده بقت يو بي اس سوكت. طيب افرض دلوقتي ان انا معايا سويتش، السويتش ده على ارتفاع 1.20 متر من نفس اللوكيشن اللي فيه السوكت، ازاي اخلي السوكت ياخد اوفست بس يحافظ على الهوست بتاعه انه يكون على الول؟ يعني مثلا لو روحت على السيستمز الكتريكال واخترت ديفايس لايتنج سويتش وعملت انسرت لي لايتنج سويتش هنا مثلا في في، لايتنج ديفايسز، دلوقتي المفروض ان الاتنين في نفس اللوكيشن لكن الهايت بتاعهم مختلف، فانا محتاج ان انا اخلي التو دي ده ياخد اوفست عن الول عشان نحافظ على الشكلين بحيث انهم يكونوا باينين في الدروينج. هرجع تاني على الباك فيو للفاميلي وهسلك الفاميلي فلتر تشيك نون وهمسك الديتيل ايتم وبعد كده هكريت جروب وهدوس اوك، هنوف الديتيل ايتمز وبعد كده كريت ريفرنس لاين وهخلي وليكن هنا وهاخد دايمنشن ما بين الريفرنس لاين والديتيل ايتمز، بعد كده هضيف له بارامتر هخليه انستنس وهسميه وليكن 2D اوفست وهموف الريفرنس لاين لي الريفرنس ليفل، بعد كده هرجع تاني عند الفاميلي تايبس وهخليه وليكن بزيرو، بعد كده لود انت بروجكت اوفررايد. دلوقتي لو مسكت الفاميلي هلاحظ ان تحت الدايمنشن في حاجة اسمها 2D offset، ممكن اخليها وليكن بمية دلوقتي بقى عندي الفاميلي واخد اوفست عن الول كشكل 2D، انما لو رحت على 3D وكتبت الامر PX او اخترت السليكشن بوكس هلاحظ ان السوكت لسه زي ما هي على الول. اتمنى يكون الشرح مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.